اليوم ومن خلال برنامج كورة روتانا أتمنى تغيير شكل برنامج الابتعاث. احنا نشوف ان برنامج الابتعاث يطلع فريقين او 24 لاعب سنويا الى معسكر في اسبانيا ويخوضون مباريات كثيره في الدوري الاسباني. انا اشوف او ارى انه المفروض اللعيبه اللي مثل هذول او اللي قبلهم اللي هم منتخب الشباب اللي قبل ما يتعلقون بالفريق الاول، اللاعب بعد ما يتعلق بالفريق الاول صعب انك تسحبه وتطلع احتراف، لكن اللاعب وهو في درجة شباب تقدر تسحبه وتطلع احتراف. اللعيبة المميزين في منتخب الشباب وفي المنتخب الأولمبي المفروض أن هذولي قبل ما يلعبون في الفريق الأول يتم مثلا 10 لعيبة 15 لاعب يروحون برا إلى الأندية تفكهم. أبو عبد العزيز طيب شلون؟ الأندية تفكهم إيه قبل ما يلعب بتفكه. يعني مثلا أنا بقول لك يعني خليني اعطيك مثال خلينا ناخذ واحد مثلا زي عبد الله رديف. شوف حلو؟ ايه تتوقع انه من نادي زي الهلال يقول لك والله انا خليه يحترف برا 4 5 سنين؟ اعطيه عراء اي بس اطلع برا ما هو. طب انا بقول لك شيء بعدين يجيني بكره يلعب ضدي. أيوه. لا 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 انا بقول لك شيء اكيد انه بيكون لها ضابط، لكن انا بقول لك مصعب الجوير مثلا قبل العام، مو العام قبل العام، لو جيت وناقشت اي مسؤول هلالي وقلت بناخذ مصعب اعاره او احتراف سنتين 3 سنوات في اوروبا بيقول الله يساعده مقابل طبعا تعويض مالي. لكن اليوم لو تجي تقول باخذ مصعب الجوير قال لك لا مصعب اساسي عندي في نادي الهلال في كفريق اول. هذا اللي انا اقصده، انا اقصد اللاعب قبل ما يدخل يتمرن مع الفريق الاول وهو لاعب جدا متميز هنا اخذه واعوض ناديه بمبلغ مالي مجزي واخليه يحترف. طيب ايش اللي يضمن لي انا انه هذا اللاعب لما يرجع هنا ما يلعب فريق منافس؟ لا هذا يصير كبري يعني خلينا نقول. لا هذه ممكن تكون لها ضوابط معينه. مثل يعني طبعا انا ما الحين احنا نفكر بصوت عالي ما هو، لكن ممكن يكون فيه مثلا عقود اشتراطات مع النادي اللي طلع منه انه يرجع له او يكون اي 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 شيء من هالقبيل. لكن في الاخير انا اشوف ان اللاعب قبل ما يدخل تمارين الفريق الاول وحنا نعتبر هذا اللاعب لاعب كويس انه يروح يا اخي يجرب نفسه سنه سنتين ثلاث مع ضمان حق النادي الاصلي. هنا يعني زي محمد مران اليوم في النصر هو ولن يلعب في النصر في ظل وجود تاليسكا وابو بكر، بعد سنتين خلاص محمد بيصير كبير عمره 22 23 سنه بيصير بعد سنتين، اليوم عمره 20 سنه الولد. هذا هو اللي اوديه يروح بلجيكا يروح هولندا يروح اي دوله اوروبيه، بعد سنتين ثلاثه بيرجع بفكر مختلف بجسم مختلف بعقليه مختلفه ويلعب بيجي بيفيد النصر بيفيد الكره السعوديه. عبد الله رديف نفس الشيء، لكن اللعيبه اللي خلاص لعبت في الفريق الاول صعب انك تسحبها. فانا اقول دائما اللاعب قبل ما يوصل للفريق الاول، وانا كاتحاد سعودي او كوزاره رياضه اشوف ان هذا اللاعب موهبه وسيخدم الكره السعوديه، المفروض ان يكون في مشروع جدي انه هاللعيبه يسحبون من درجه الشباب مع ضمان حق ناديهم الاصلي هنا ويروحون يحترفون برا، هنا بيرجعون عندي جيل من افضل ما يكون. هذه وجهه نظري.